أمي يا عم الحاج، أمي يا ست الكل، أمي يا بنت الحلال، أمي أمي اعمل لك كوباية قهوة كده زي ما أنا بعمل كده. استفادوا يا جماعة، ما دام أنا بفتح نفسيتكم وكمان بصور لكم طريقة، يعني كفاية إن الواحد بيفتح نفسيتكم في القهوة، وخاصة مع دخول الشتاء. والله في الزمن ده ولا حد بيغير مزاج حد، ولا حد بيسلي مزاج حد، ولا حد بيغير نفسية حد. انت اللي هتكون سبب ان انت تعمل كل حاجة بنفسك. طبعا معانا الحليب، وحطيت الحليب اول حاجة، حطيت معلقة البن معلقة واحدة، بعد كده حطيت الحليب، بعد كده حطها على النار الهادية. كفاية انه مش حد بيقدر حد في الزمن ده، ولا حد بيصبح لحد. الناس النهاردة كل واحد بقى لنفسه، حتى الواحد من ساعة ما اشترك في الجيم الزم اللي بتقولها هيعمل عليك صداقة وعلاقة، للأسف الشديد ولا حد بيصاحب حد، ولا حد يحب حد. الزمن احنا في زمن والعياذ بالله، كل واحد عايز يبقى نفسه، قلوبنا بقت حجر. يا عم ربنا شفنا سر القرف، خلي واحد يعيش حياته بلا هموم بلا قرف. ناقص نكد واحد كده يعمل له كوباية قهوة ويروق على نفسه. اشتركوا في القناة وعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. عيش اللحظة وخربها بلا هموم بلا نقد بلا زفت.